أصدقائي صباح الخير، متعودين دايما إن احنا فقراتنا بتبقى متنوعة، وبنبتدي دايما بقصة بسيطة. كان في حكيم جاب مجموعة من الأشخاص وأعطى لكل واحد فيهم معلقة كبيرة، جاب لهم إناء من الطعام علشان يبتدوا ياكلوا. كل واحد ابتدى إنه يمد المعلقة بتاعته في الإناء وابتدى يحاول ياكل. المعلقة كانت كبيرة جدا فما قدروش ياكلوا، قعدوا لمدة نص ساعة ساعة وقاموا من على الإناء وكلهم جوعى جعانين محدش فيهم كل. غير المجموعة وجاب مجموعة تانية وأعطى للمجموعة التانية نفس المعلقة الكبيرة ونفس الإناء اللي فيه الأكل. كل واحد من المجموعة التانية كان بيمد المعلقة في الإناء ويدي للي معاه للي قدامه ياكل من المعلقة. كل واحد فيهم أكل اللي جنبه، أكل اللي معاه. قاموا كلهم شبعانين بعد نفس الوقت اللي قعدوا فيه المجموعة الأولى. المجموعة الأولانية كانوا بيتصارعوا إن هم ياكلوا، المجموعة التانية كانوا بيحبوا بعض، فكل واحد فيهم بدأ التاني عن نفسه، ابتدى يشعر بالآخر ويبتدي إن هو يحبه ويعطي له الحياة، يعطي له السعادة. كل واحد فينا يجب أن يطرح السعادة ويكون بالحب يحيي كل اللي حواليه، كل الناس اللي بتحبه، كل الناس حتى اللي ما بتحبوش. لو انت بادرت معاه بالحب هتجبره ان هو يحبك بالحب. بصبح على صديقتي وزميلتي الفنانة سوسن اللي دايما بالحب دايما بتبقى معانا وبتقدم البرنامج معانا. صباح الخير يا سوسن. صباح الخير محمد، وحشتوني. طبعا انت اصدقائنا كلهم افتقدوك الاسبوع اللي فات علشان كنت مسافرة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، انا كمان افتقدتكم جدا. يعني بالحب بقى نبتدي النهارده ونشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. ده بالحب والحب، وهنسمع كلام حب كتير قوي. صباح الخير اعزائي المشاهدين. الحقيقه احنا النهارده معانا انا ومحمد ضيفه متميزه، كتبت عن الحب والهجر والخصام، وكتبت شعر متنوع، كتبت عن توعيه للاكل وللصحه، ادعيه. الحقيقه احنا معانا شاعره العاميه، هي اساسا بكالوريوس تجاره شعبه اداره اعمال وماجستير في اداره الاعمال من الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. هي الشاعره نبيله محمود. اهلا بحضرتك ومنورانا النهارده يا استاذه نبيله. اهلا بيكي استاذه سوسن، ودلورك في الارض. الشعر والشعراء دايما لقب الشاعر لقب من احب الالقاب للكاتب دايما بيحبها. بدايتك مع الشعر كانت بداية عاملة ازاي، وازاي اكتشفتي ان انت بتبتدي تكتبي؟ انا بدايتي بدأت من زمان قوي، بس ما كنتش اعرف ان اللي انا بقوله ده يعني اشعار. كنت بحب اكتب يعني زي مذكرات كده، بكتب فيها اي حاجة بتعجبني، حاجة حسيت بيها، حاجة موقف، مقابلة لحد. بدأت اكتب، وبعدين حتى من طفولتي وانا كنت بقول اغاني في الحفلات المدرسيه، وكانوا بيختاروني مدرسين اقول زجل وكده، كنت شاطره في العربي. فبعد كده بقى يعني ما كبرت بقى شويه في ثانوي بدات اكتب، وبعد كده بفتره بدات اكتب برضو تاني. بدات اكتب بقى اشعار، في ناس شافوها قالوا لي حلو جدا وعجبهم كتاباتي يعني، وقالوا لي يعني يا ريت بقى ايه تعملي دواوين. فالحمد لله يعني اخيرا ربنا وفقني وعملت دواوين فعلا. صدر لك اكتر من ديوان، مجموعه من الدواوين. الحقيقه كان نفسنا نسال اسئله، بما انك بقى شاعره وبما اني انا ست برضو وانت ست، عايز اعرف الشاعره لما تبتدي تكتب هل لازم فعلا وهي بتكتب اي قصيده تكون بتمر بحاله نفسية معينة؟ يعني بتبقى بتحب، بيبقى عندها حالة من الهجر الحبيب ليها، بيبقى فعلا مشاعرها هي اللي بتدفعها انها تكتب، ولا بتكتب باحتراف؟ انا عايز اضيف لك دي، لان كل الشاعرات او اللي بيعبروا عن نفسهم وبيكتبوا الحالات بتاعتهم او يكتبوا الحالة اللي هم عايشينها، فالناس بتشوفهم ان هم عايشين نفس الحالة. ده حقيقي، فبيبقى ظلم ليهم. لا هو طبعا الشعر ده يعني موهبه، والحمد لله، بس مش شرط اللي انا بكتبه اكون عشته او عايشاه، لكن ممكن يبقى بعض حاجات انا لاحظتها من اصدقائي، مواقف حصلت،
في حاجات بتبقى يعني بجل بس زي وحي كده بأفكار وكلام، اتأثرت بحاجة وممكن من غير حاجة. يعني في أوقات كده الواحد بحس إن أنا مثلا بكتب عن فرحة مستنياها ما حصلتش، عن حاجة يعني مثلا في حد زميل أو صديقة تعرضت ليها وكان نفسي يعني تخلي بالها، فبدأت يعني بكتب في الحاجات دي يعني مشاعر التنوع، مستنية. تنوع التنوع في الشعر مش بس حب لا وهجر وخصام ودايما للحبيب، ولكن ممكن يبقى فيه نوع آخر من الشعر. ايوه يا ريت حضرتك بقى تسمعينا حاجة كده من ديوان من الدواوين كده ولو قصيدة. لا يعني انا كاتبه بالكلام عشان اهميه الكلمه الحلوه، بقول الكلمه الحلوه ليه تخبيها، قولها وفرح غيرك بيها. طب ناخد لحظة هنكمل القصيدة بس بعد الفاصل، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. لكم تاني ونكمل حوارنا الشيق جدا مع الشاعرة نبيلة محمود. ويا ريت بقى تسمعينا القصيدة. الكلمة الحلوة ليه تخبيها، قولها وفرح غيرك بيها، قولها حلوة من قلبك تسعد، تسعد بيها كل حبايبك وتسعد بيها، ليه تخبيها، افرح وتهنى بأيامك، اتحرك حقق أحلامك، طريقك مفتوح قدامك، البسمة اوعى تداريها، اوعى تفكر وتخلي مزاجك يتعكر، بالكلمة اتقالت عديها، اتوكل دايما على ربك، شيل الهم بقى من قلبك، الدنيا عايزة اللي يعافر مش اللي يستسلم ليها، حتى لو كنت يوم متضايق أو مش رايق الدمعة ليه تخبيها، خلي دموعك تغسل همك، بس عن الناس لازم تداريها، شطحاتك اهدى وخبيها، طموحاتك برضو تنقيها، ورا ظهرك هواياتك وسعادة قلبك ورا ظهرك ليه ترميها، ما تقولش أبدا مش فاضي، اخلق وقت وعيشه فيها، إن حبيت عبر عن حبك، مشاعرك ليه تخفيها، لو هتعاتب برضه تحاسب، اوعى الكلمة تجرح بيها، اختياراتك نقيها، وانفعالاتك اتحكم فيها، أسرارك أفكارك عن غيرك لازم تداريها، اضحك للدنيا تضحك لك، بمشاعرك في مشاعر قلبك اتأكد، اوعى تقول حاجة مش حاسس بيها، إياك للأحزان تستسلم، شمعة عمرك ليه تطفيها، اتفائل خليها على الله، فكر في الحكمة ومعانيها، مش كل حاجة بنعوزها زي ما بنعوزها نلاقيها، حكمة ربك مين يعلمها، الحاجة هتيجي في وقتيها، هي الدنيا حلوة ومرة والكلمة الحلوة تحليها، ومادام في قلبي يحبك معاك ودايما جنبك، ده يساوي الدنيا وما فيها، ومصير الأيام تضحك لك، وادعي ربك يحلي نصيبك فيها.
الله، حلو التفاؤل، حلوة الكلمة الحلوة اللي فيها فعلا تفاؤل وفيها دعاء وفيها توعية ان احنا دايما نبص لايه، ما نبصش دايما زي ما بيقولوا لنص الكوباية الفاضية، نبص للكوب المليان، دايما يبقى حياتنا فيها تفاؤل وكده يعني. هي بداية الإنسان كلمة، يعني في بداية الحكاية كلمة، في بداية الزعل كلمة، في بداية الحب كلمة، يعني الكلمة اللي بنقدر نسيطر عليها وبنقدر نقولها هي بتبقى بداية طريق طويل طويل احنا اللي بنمشيه، بس بدايته بتبقى كلمة. ده حقيقي، ده حقيقي. كنت عايزة أسأل حضرتك، الحالة المزاجية للشاعر أثناء الكتابة، يعني هل أنت بتبقي مثلا بتقرري تقولي أنا قايمة دلوقتي هقعد أكتب قصيدة، ولا أنت فجأة بيجيلك أفكار، بتراودك أفكار وأنت قاعدة وأنت نايمة، فتلاقي نفسك قمتي صحيتي من النوم عايزة ورقة وقلم وتدوني حاجة جاتلك كهاتف، جات لك كوحي، يعني فجأة كده الإلهام زي ما بيقولوا بتاع الشعر نزل على الشاعر، ده بيحصل لك؟ بيحصل لي في أحيان كتير، ببقى يعني جات لي فكرة أو جالي يعني حاجة كده، كلمات بكتبها بسرعة على أساس اللي إيه، وبخليها بقى لما أكملها بس بزولها، يعني أي حاجة ساعات مثلا أصحى من النوم، ساعات قبل ما أنام وأبقى خلاص هنام، وألاقي مثلا عندي كلام بحط جنبي ورق وقلم وبكتب الحاجات اللي انا بفكر فيها، تصحي وتكتبي وترجعي تكملي وبعدين نوم اكمل تاني. له. على فكره اغلب الشعراء كده يعني، الشعراء الادباء متهيألي يعني اغلبهم بينتابهم الحاله انا دي. بكتب خواطر، مش شعر عاميه، وخواطر برضو متنوعه يعني. ما انا لاحظت ان في حاجات كمان توعيه للست ازاي تحافظ على بيتها، يعني في قصايد في الدواوين فيها توعية. بس انا عرفت ان في قصيدة عجبتك فحبيت ان انت تقولي النهارده. هو في قصيدة عجبتني بس هي لسه تحت النشر، يعني تسمحي لي ان انا اقولها، هو لسه الديوان ده ما اتطبعش اللي فيه القصيدة اللي انا هقولها. تحت الطباعة. تحت الطباعة القصيدة، واستحملوني بقى انا مش شاعرة يعني. يعني اللي بيحصل ده سبق. ده صفق بقى للبرنامج، تفرد ان احنا فعلا هنقول قصيده من ديوان لسه تحت الطبع ما اتطبعش خالص. القصيده اسمها خداع. وعملنا للغشاش قيمه، وقلنا شخصيه عظيمه، وفرحنا وبنيه سليمه، وصداقه لشخصيه كريمه، اتاريه بينا بيتسلى، والنيه ما كانتش سليمه، في الظاهر طيب ومثالي، والعلم مستوى عالي، والأخلاق حاجة عظيمة، والشكل ولا نجوم السيمة، روحي أيام وتعالي، واللي كنا فاكرينه مثالي طلعت فكرتنا عنه عقيمة، كان شايف نفسه متعايق، ووقته ما فيهوش حتى دقايق، بكلامه الحلو خدرنا، وشغلنا ليلنا ونهارنا، واحترنا فيه وفكرنا، قلنا طيب وجميل، أتاريه أستاذ في التمثيل، وخلى القلب يميل، يا ريتنا منه حرسنا، كان فين العقل اللي في راسنا، لكن ربنا نجانا وحرسنا من غدره اللي ملوش مثيل، كنا فاكرينه أمير وما نبنا منه غير التكدير، بس اتعلمنا معاه درس كبير. الله الله جميل. بس ده من غير التاتش بتاعي. انا لو انا هقول القصيده دي كنت هحط لها بيت في الاول، واقول ده حاجات ليكي بقى، ده التاتش بتاعي انا بقى اللي انا هضيفه كنت على القصيده، يعني كنت بدل ما هقول وعملنا للغشاش قيمه، لا انا كنت هبتديها واقول عملنا للي ملوش قيمه قيمه، وقلنا شخصيه عظيمه، قلنا نغير منهم، رجعت ريمه لعادتها القديمه، وعجبي. ده وعجبي ده رباعياتك. ده رباعيات صلاح جاهين. جميل جميل. عجبي رباعيات سوسن. طيب دايما الشاعر، اي شاعر بيتمنى ان هو كلامه يتغنى، فهل ما فكرتيش ان انت تعملي حاجه زي كده؟ بالنسبه للاغاني انا بحب الاغاني، وكاتبه حاجات برضو تنفع تتغنى، واتمنى طبعا ان حد من المطربين يسمعها وتعجبه، والملحنين مثلا الموزعين، بس انا ما عنديش فكره يعني، او ما اعرفش حد يوصل لي للمطربين واللي هم في مجالنا،
فدي انا عايز اقول لك الموضوع ده مشكله كبيره جدا، ان اي شاعر موهوب بجد لما بيجي يتصل بالملحنين والمطربين، الكلام ده عن تجربه شخصيه، يعني يقول لك انت عملت ايه قبل كده. طب ما انا لو كل مره انت بتسالني انت عملت ايه، ما انا مش عامل حاجه، لان انا ما عملتش حاجه بالفعل. ولازم يبقوا جروبات، يعني مجموعات 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 بيشتغلوا مع بعض. واللي بيسمعك النهارده وبيقيمك هو ممكن يسمعك بعد كده ويقول الله على نفس الكلام اللي انت قلته له النهارده، بس لما تعمل اعمال، لما تعمل اسم لما يعني. تعمل اسم. لما تعمل اسم. فانت يا ميكيشا ان شاء الله ان شاء الله كنا طبعا من خلال البرنامج بتاعنا اكيد كتير من الموزعين، كتير من الملحنين، وهيبقى في فرص كبيره جدا. بس المهم يبقى الشخص يبقى عنده حلم ويحاول انه يحققه، ما يتخلاش عنه، ما ييأسش كمان. اشكرك اشكرك لا دي حقيقه بجد، اشكرك والله. ما ييأسش، يا رب الحلم يبقى حقيقه وربنا يكتب التوفيق والنجاح للكل. اشكرك استاذ نسمع دكتور. حاجه تانية؟ دي بقى كلمات عن الحب، بقول فيها بنخاف بالحب ليه وبنظلم نفسنا ونعيش من غيره ليه ونضيع عمرنا. الحب احساس جميل وهديه من ربنا وبنندم كتير عليه لو بعد عننا. بنقابله صدفة نادرة ويمكن مرة واحدة في كل عمرنا، من غير ازاي وليه يتمكن مننا. وساعات بيكون خداع وغلطة عمرنا، أو حد حب ليه وهو محبنا، ما كانش من نصيبنا وعذب قلبنا. يفضل لنا عذابه وحيرة قلبنا، ونقفل على القلب بابه لا يهرب مننا. الحب ساعات بيجي لحد عندنا وينادي علينا واحنا نداري وشنا، بنخاف من اللي ممكن يجرى لقلبنا. سهم الحب جارح لو صاب قلبنا، لو اللي حبيناه خيب ظلنا، كأنه شوكة واقفة جوه حلقنا، وتعدي سنين علينا وتسرق عمرنا، وكل همنا ازاي نداوي جرحنا، وبنقسى على نفسنا، وسألنا اللي حبه قبلنا. الحب لما بيجي اللي بيلغي عقلنا، ولا بنشوف عيوب في اللي حبنا، وبنفرح بيه وننسى كل همنا. الحب هو المودة، ما عادتش في الزمان ده، الحب نسمة باردة في حر شمسنا، بس محتاج شجاعة وإرادة مننا، تقوي قلبنا وإحنا وبختنا. الحب هو اسمة من عند ربنا، الحب هو وردة جوه قلبنا، لما بيكون حقيقي بيريح قلبنا، وابتسامة حلوة تنور وشنا. ده العمر مرة واحدة بنعيشه كلنا، الحب شمعة قايدة بتنور عمرنا، بنخاف من الحب ليه وبنظلم نفسنا. الله جميل. أحسنتي. انا لقيت قصيده من في ديوان من الدواوين عن بتنصحي الستات ان الست ما تخرجش اسرار بيتها بره، ان ما تقولش للاصدقاء والاقارب عن مشاكلها مع جوزها، لان ده ممكن فعلا يسبب لها مشاكل كتير. يعني ليك وانت كشاعره، يعني وانت بتكتبي شعر، ليه يعني تناولتي الحاجات اللي ممكن يتناولها بتوع الاجتماع بتوع علم النفس؟ يعني صعب ان شاعره مثلا تكتب وتقول تنصح يعني، وتقعد تقول لست ما تقوليش وما تعمليش، ليه كتبتي في ده يعني؟ انا كتبت في حته التوعيه، عشان النصيحه المباشره ما بتجيبش نتيجه يعني. فانا حبيت اقول الحاجه، الرؤيه بتاعتي للستات وحبايبي وصديقاتي، و اقول لهم يعني ايه، يعني في حاجات راعوها خلوا بالكم منها لمصلحتكم. الاسرار، الواحد ما يبقاش زعلان، ما يهملش نفسه، ما تهمليش نفسك لاي سبب الاسباب. فحبيت اقولها في الاطار ده. انت بتستخدمي الشعر للتوعيه؟ ايوه. وفي الادعيه كمان؟ وفي الحب برضو. الحقيقه انا لاحظت ان انت بتقولي بيه كلمه حلوه جدا لكل الناس، بتوصل لكل الناس يعني، انا وصلتني حسيتها وانا بقراها بجد يعني. وفعلا في حاجات كتيره جدا تنفع اغاني يعني، عايزه تتغنى ده الكلام ده. طبعا احنا معانا ديوان من الدواوين، مرايه الحب. تمام. مرايه الحب ده مجموعه من الدواوين، حوالي لا كتير كتير قصايد. مرايه الحب، ظلمت روحي، حب جميل، مشغولين عليك، حادث قطار، حادث القطار، حاجات كتير حلوة. طبعا هتسمعينا ايه تاني النهارده بقى؟ جزلنا حاجة؟ مراية الحب، او عرفنا خلاص، من عرفنا خلاص، من عرفنا خلاص. عرفنا خلاص كمان دوين حلو. احلى حاجة ان انت لما خلاص جاهزة؟ طيب احلى حاجة في الشعر والشعر
انه لما كلامه يلمس القلب ويلمس المجتمع ويحس يعني يناقش قضيه، ده دور مهم جدا طبعًا. مش بس ان هو يتكلم عن المشاعر، مش بس يتكلم عن الاحاسيس، لما كمان بيحاول ان هو يشارك في نقد المجتمع ويشارك في حلول بسيطه، لان ده دور مهم جدا، لان الاغاني والدراما بتاثر في المجتمع، بتاثر تاثير ممكن يكون تاثير بطيء لكن هو مؤثر وخطير. نسمع حاجه. بقول محلى الحياه، محلى الحياه محلاها لما الحب يملاها والقلب يطير في سماها ويعيش اجمل احساس مهما الناس تملاها، في القلب واحد غير كل الناس، صورتك في قلبي وعليا، حبك ينسيني العالم حواليا، يا اغلى عندي بالدنيا دي، وجودك كل الحليه وقربك كل الاحساس، من غيرك مش حاسه بناس، ايام بتعدي وخلاص بستنى يوم ترجع ليا، يا اغلى عندي بكل الناس، شايلاك في العين والليلي والقلب بهواك متهني، دايما يسالني دايما يسال لما تغيب عني، اتاخر ليه ومجاش، قلبي اختارك بتاني وبيسمع اسمك بيغني، قدرت ازاي تبعد عني وانا عن حبك ما استغناش، لو عشت العمر مستني، لو كل الناس بعدت عني كلمه اقولها وطمني، لا العمر يضيع كده ببلاش، في غيابك طيفك يشغلني والفكر ذنبي وسهرني، لو اعرف ليه بتبعد عني واحنا غير بعض بلاش، تعالى نعيش الايام ونحقق كل الاحلام، نصحى على حب وننام، يا ريت الايام ما تفرقناش. الله احسنتي. عايزة تقولي حاجة تانية ولا حضرتك تقولي؟ عايزة تقولي حاجة؟ لا أنا كان عجبني لفت نظري بس هنا برضو قصيدة كانت بتقول على إيه يا قلبي تتألم، من ديوان عرفنا خلاص. على إيه يا قلبي تتألم وتشكي ليه وتعاني، ما هو أنت مش راضي تتعلم، إيه يعني لما تكون وحديني، في الدنيا أدينا بنتعلم وأما نقع بنقوم تاني، ايه ذنبي وياك ما تقولي، هو انت فاكر الحب اغاني، حبيت واخلصت في حبك طلع اللي حبيته اناني، هو اكيد عمره ما حبك، ما هو اصل قلبه نوع تاني، ازاي يا قلبي بتخدعني وكنت بصدق دقاتك، كان يجرى ايه لو تسمعني وكان محيرني سكاتك، كل كلمة تسمعها تفرح وتعلي دقاتك، طلع الكلام الحلو مجاملة بيتقلل كل وحياتك، كل طريق مشيناه رجعنا منه بنعاني، ما هو انت مش راضي تتعلم، ايه يعني لما تكون وحداني، مسير الحب يجي يسلم والفرح يرجع من تاني، واللي خدعنا راح يتألم والدنيا تتغير في ثواني، على ايه يا قلبي تتألم وتشكي من ايه وتعاني. جميل. الله. جميلة أستاذة سوسن، جميلة الفنانة الجميلة سوسن، اللقاء جميل وشيء جميل جدا يعني. ربنا يخليك يا رب، ما هو كلامك الحلو هو اللي بيخليني أقوله حلو. ربنا يخليكي. ميرسي. كلامك الجميل. بتفرق مع الشخص نفسه، مع أي شاعر، إنه دايما لما بيكتب في الأول بيكتب حاجات وبيشيلها في الدرج بتاعه. بيكتب 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 ويخلي الحاجات دي معاه، فبيحس إن هو في لحظة من اللحظات إنه ما بقاش عنده إبداع. لكن الإحساس بيبقى مختلف بعد ما بيعمل أول كتاب ليه وينزل في السوق وبعدين يعمل كتاب تاني، فالإحساس بيختلف والإبداع بيختلف ولا بيفضل زي ما هو؟ هو الإبداع طبعا بيبقى، الشاعر بيبقى موجود، الإبداع موجود، لكن في فترات الواحد طبعا يعني بيبقى مشغول بحاجة أو الوقت مش سامح بالكتابة، يعني كنت بكتب مجرد أفكار أو بدايات لحاجات وبسيبها لما الوقت يسمح، يعني وقتي يسمح وكده كنت ببدا اكملها، لكن مش في وقت معين. ويعني اللي عنده يعني بيحب يكتب بيكتب حتى لو هو مش فاضي، يعني مثلا لو انا مشغوله بيبقى عندي فكره بروح كاتباها عشان يعني ما انساهاش، بيلاقي دايما عنده افكار، يعني دايما الافكار بتبقى موجوده. فيما عدا الايام الواحد بيبقى يعني مرهق مثلا، او يعني في حاجه شغلاه مغطيه بقى على او الحاله المزاجيه نص نص، يعني طبعا الواحد مش هيكتب في الحاله دي. بالعكس متهيألي احيانا حتى لو الحاله المزاجيه مش كويسه برضو هنا بتطلع مشاعر وبتطلع كتابه معينه. بس مشاعر يعني. انفعال، وانا يعني ما بحبش الانفعال، انا دايما بحب ايه يعني ادي حتى لو واجهتني مشكله بحب ان انا اهدى وبعدين افكر في احسن الحلول ليها،
يعني بعد بهدة، لكن ممكن في وقتها برد رد في لباقة في كده يعني، لكن أفكر بقى يعني الحل يعني بيجي بعد كده أحسن الحلول. في كتابات ليكي سببت لك مشكلة؟ لا الحمد لله مفيش. الحمد يعني لله مفيش. في بعض الأحيان أنت ممكن تكتب كلمات عن الحب وتتظلم فيها، أو كلام عن الهجر وحد يحس إن أنت بتكاتب الكلام ده علشانه أو الكلام ده ليه، فتحس إن أنت وجهت له رسالة بس أنت مش قاصد. في بعض الأحيان ممكن تواجه حد. إيه أطرف حاجة حصلت لك في كتاباتك؟ يعني أطرف حاجة إن أنا كنت كاتبة أبيات عن الشخص المثالي من وجهة نظري، الحبيب أو الزوج، فكتبتها ففي أصدقائي بعتوا لي قالوا لي يعني الله على الحب، الله على الجمال، يا بختك. فقلت لهم أنا يعني بكتب الحاجة، أنا مش بكتب على حالة بتاعتي أنا اللي عايشاها، لا أنا بكتبها يعني عامة للشخص الجميل اللي كنت بقول فيها بحبك يا غالي، بحبك صحيح، طيب، مثالي، حنين، صريح. عشان كده بقى حسدوكي. لا هو فعلا الانسان احيانا بيقرا كلام او بيقرا قصيده بيحس انها مست قلبه، او بيحس انها بتضرب على وتر معين عنده، مش شرط انه يكون فعلا عايش الحاله او بيوجه رساله لشخص معين، لكن هو بيحسها وحسب ميوله. يعني ممكن انسان متفائل فيبقى دايما رايح لسكه القصايد اللي فيها تفاؤل وحب، الانسان اللي شويه متشائم او حزين دايما بيروح لسكه الهجر والخصام والقصايد دي، يعني اعتقد كده. هو دايما الشاعر لما بيكتب احاسيس الغير اكتر من احاسيسه، لانه هو متاثر بالمجتمع، متاثر باللي حواليه، فممكن يكتب ابيات وممكن يكتب اشعار مش لازم تكون لمسة في حقيقة، لكن هو بيقدر يعبر عن إحساس غيره بكلمات معمول مكتوبة بشكل جيد، يعني تتغنى مغناة ليها سجع معين، ليها أسلوب معين، وهو الأسلوب الكتابة اللي مش موجود أو أي حد ممكن يعرف يكتبه. يعني زي بالظبط الرباعيات اللي انت عملتيها من شويه. عايز شفت بقى وعجبي انا لا ده انا واضح ان انا خلاص بقى هكتب بعد كده. انا بحب الشعر على فكره، لكن ما حاولتش اكتب، يعني انا اتذوق الشعر، احب اسمع شعر، لكن ما فكرتش خالص ولا افكر ان انا اكتب. لكن القاء الشعر عندك كمان بتأديه بشكل حلو، يعني صح؟ تمثيلي باحساسي بس. القاء جميل جدا يعني بصراحة، يعني جميل، يعني بتديله لمسة مش موجودة، يعني أو أنا حتى مش بعرف أقوله بالشكل ده. هل الشاعر ممكن يظلم شعره بأنه هو فعلا ما يبقاش قادر يلقي صح أو يوصله النص؟ أيوة صح؟ أيوة صح. يبقى يستعين بيه. يبقى ده حقيقي. إيه الرسالة اللي ممكن تقوليها لو حد من الشعراء بيسمعنا وعنده موهبة ولغاية دلوقتي لسه ما ابتداش ياخد أول خطوات؟ بقول لكل انسان عنده موهبه وعنده حلم، يعني ابدا حققها، ما تاجلهاش. يعني انا بكتب من زمان قوي لكن كنت ماجلاها، كان عندي اهتمامات اخرى. فالحلم مهم الانسان يسعى لتحقيقه، يعني ما يقعدش مثلا ياجل فيه، لا يبتدي يشوف ايه المجالات، على الرغم ان ما حدش بيساعد. يعني انا كنت كل ما اقرا حاجات واقول ابيات وما حدش كان بيقول لي اعمل ايه، كانوا بيقولوا لي الله بيعجبوا بيه، لكن ما حدش قال لي اعملي مثلا ديوان الا مؤخر، يعني يعني للاسف يعني. فانا بقول للكل يعني اي حد موهوب فعلا ابدا حقق حلمك وشوف الطريقه اللي تتعامل بيها توصل بيها للناس، لان الموهبه الجميله بتفرض نفسها والناس يعني من حقها تعرف يا ربنا ادانا موهبه، ايه المانع ان نفيد الناس بيها ونحببهم في الحياه بالتفاؤل بالنصايح بس بشكل جميل. من خلال كلام حقق حلمك، اصدقائي في برنامج في الاذاعه المصريه اسمه حقق حلمك، البرنامج ده اكتشاف المواهب من 6 ل 18 سنه في الغناء والقاء الشعر والكتابه والتمثيل. البرنامج ده مستمر بقاله 7 سنين في اذاعه البرنامج العام، بيذاع كل يوم جمعه الساعه 10 الا ربع في اذاعه البرنامج العام 107.4. البرنامج ده بيكتشف مواهب كتير. النهارده حصري هنذيع اغنيه للاطفال الفايزين الموهوبين في احدى المواسم لبرنامج حقق حلمك. هنذيع اغنيه حصري
على قناة الصحة والجمال للفنانة ريهام عبد الحكيم، ألحان الملحن الفنان محمد الطوخي، توزيع وليد الميماني، بيشارك في الغناء الأطفال الموهوبين نجوم المستقبل، نجوم مسابقة حقق حلمك، يحيى كامل، فرح الموجي، سيف مجد، البرنامج إشراف وتقديم الدكتورة نعيمة حسن والدكتورة شيرين ماجد. أنا عايز أقول إن الأغنية دي لما اتذاعت في الإذاعة خدت تعتبر من أهم أو خدت مراكز متقدمة جدا في أغاني الإذاعة الفترة اللي فاتت، هنسمعها إن شاء الله في الفاصل اللي جاي. وقبل ما نطلع فاصل أنا عايز أقول إن خدت من الشاعرة الأستاذة نبيلة محمود كلمة حقق حلمك، أنت لازم تبقى مصمم على حلمك، لازم يبقى عندك هدف ولازم تحققه. سوسن تقولي ايه؟ ما تيأسش لكل الناس ولكل الشباب. الحلم مش بس ان احنا نحلم بيه، لا فعلا زي ما قالت الاستاذه نبيله لازم نسعى بكل جهدنا ان احنا نحقق احلامنا. وعلى فكره ربنا سبحانه وتعالى بيقدرنا وبيساعدنا، ومفيش انسان بيحط فعلا قدامه هدف الا وربنا بيساعده على تحقيقه، بس لازم يبقى عنده اراده وعزيمه وايمان بان ربنا جنبه وهيساعده وهيوصل لكل اللي هو بيحلم بيه. فايمانك بربنا وثقتك بنفسك هم طريق الوصول للنجاح. النهارده ما قدرناش ان احنا نقول كل القصائد وكل الدواوين مع الشاعره نبيله محمود، اكيد هتوعدنا ان شاء الله في لقاء تاني في فتره قريبه ان شاء الله. وبجد احنا كنا انا كنت سعيد جدا بحضورك معانا النهارده، والابيات الجميله جدا اللي سمعناها اللي فيها حب وفيها تفاؤل وفيها حاجات حلوه كتير. شكرا دكتور محمد هاشم، بشكر حضرتك جدا على البرنامج الجميل، واتمنى طبعا ويسعدني ان انا اشارك مره ومرات مع حضرتك. ان شاء الله يشرفنا يا فندم. نورتينا يا استاذه نبيله وسعدنا بيكي وبكلامك الجميل، وانا حاطه دواويني جنبي بقعد اقرا فيها كتير. حبيبتي الفنانه الجميله سوسن ربيع بشكرك جدا والله، سعدت جدا باللقاء، واتمنى ان انا ابقى معاكم يعني ان شاء الله ويبقى يجمعنا اكتر باللقاء. شرفتينا. اصدقائي هنطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا. ورجعنا لكم تاني في الفقرة اللي دايما احنا كنا بنستناها. دايما احنا كان بيبقى معنا في الفقرة التانية بشاير وبتكلمنا على الأبراج وبتكلمنا. بشاير النهاردة اعتذرت، ان شاء الله هتشرفنا الأسبوع اللي جاي. وكمان نيفين كان المفروض تكون معنا سوسن. ونيفين كمان نيفين وحشتينا، مش معقولة كده يعني. طبعا في الجزء الأولاني انت تقمصتي بقى دور الشاعرة وابتديتي ان انت تألفي. لا هو مش دور الشاعرة، هو برضو الممثلة، بس انا بقول شعر دلوقتي، انا بعد كده عايزة فلوس على الحاجات دي، هعمل استديوهات. انا ما بتكلمش على الشعر اللي قريتيه، على الشعر اللي كتبتيه. الحلمنتيشي بتاعي انا، التاتشات بتاعتي، لا دي التاتشات دي انا دايما لما اشوف قصيدة او حاجة ممكن اغير فيها بعض الجمل، الخص منها واقول انا براحتي بقى. طيب انا حاسس ان انت من الفقره الاولى وانت متحمسه ان انت تقولي حاجه عجبتك. في قصيده لذيذه برضو للشاعره نبيله محمود من مرايه الحب اسمها يا زمان. هي بس انا شدني فيها انها فعلا بتتكلم عن زمان وايام زمان اللي احنا بقينا دلوقتي مفتقدينها، يعني بقينا مفتقدين الود والجيران والحب والتزاور، كل الكلام ده احنا بقى خلاص نسيناه، بقى كل واحد عايش مع نفسه ومع النت وبس. وبالتالي فعلا القصيده بتقول ده، بتقول ايه؟ يا زمان ليه كله بيجي وبيمد ولا حدش بقى فاضي لحد؟ يا زمان ضاع فيه الود ولا فيه جار يسأل على جار، والناس مشغولة ليل ويا نهار، وإن حبيت أسأل وأود ملاقيش حد فاضي لحد، ويقولوا الدنيا تلاهي طبعا أحبابك ليه ساهي، مش برضو تسأل وتود، وزمن بيجري ويشد منك أيامك ويجري وراء ويجريك وراء أحلامك، ومشاغل بتفوق الحد، وبنستغرب من الأيام ونقول مش كله تمام، ومشاكل للحيل بتهد، ومش فاضي أسأل وأود، زمان بقى قاسي بجد ولا حد بقى فاضي لحد. راح فين الزمن الماضي؟ كان حلو والله وهادي، والناس فيه كانت بتهادي بالطيبة والفرح والود، في الفرح معاك وإيديهم سابقة،
في الفرح معاك وايديهم سابقه ايديك، وفي احزانك كنت تلاقي ناس تساند وتشد وتخفف عنك احزانك، وايديهم بالخير تتمد، ونفوس كانت صافيه بجد. هو الزمان اللي اتغير ولا الكل مشغول بالنت؟ انا متهيألي الكل مشغول بالنت. الكل مشغول، بس مش مش بس بالنت، مشغول بحاجات كتير جدا. يعني انا في الفتره الاخيره بنواجه مشاكل او واجهناها في الفتره الاخيره دي مع وفاه الفنان هيثم. الفنان الراحل هيثم احمد زكي رحمه الله عليه. طبعا اكتشفنا ان هو كان، يعني من خلال المتابعه، ان هو كان الوحده الوحده، ان في ناس كتير من اصدقائه ما كانوش بيسالوا عليه لفتره طويله وكلهم بيحبوه. ما هو بيحبوه بس هم مش فاضيين، مش فاضيين، دي المشكله. فاحنا بنكتشف ان احنا واحنا قاعدين في حياتنا ان كام واحد في حياتنا احنا بنحبه وما سالناش عليه، كام واحد في حياتنا احنا بنحبه ومقصرين من ناحيته، كام واحد بيحبنا برضه ومقصر من ناحيتنا. ما بنفتكرش الشخص ده غير لما بنفقده ويروح مننا، ساعتها بالظبط او ساعتها بنحس قد ايه هو كان موجود وكان دوره مهم جدا في حياتنا، بس احنا كنا ناسيين ده. على فكره يا محمد، يعني هتلاحظ حاجه، زمان ما كانش فيه كل وسائل التواصل دي، يعني ما كانش فيه بقى لا ماسنجر ولا واتساب ولا موبايل، كان تليفون البيت وبس. ورغم كده كانت الناس بتسال على بعضها وتود بعضها وتزور بعضها، وفي المناسبات تلاقيهم جايين لك لحد بيتك يعيدوا عليك. احنا رغم كل الوسائل دي اصيح قاعدين نبعت ورد لبعض وقلوب وصباح الخير ومساء الخير، بس انا بحس ان كل ده فيك، ان كل ده ما فيهوش مشاعر، ما فيهوش احاسيس، تأدية واجب، يعني عارف تحس انها فيها جفاء. ما فيش الود بتاع زمان، ما فيش الألفة، ما فيش الحب، ده بقينا مفتقدينه. يعني تخيلي في مره من المرات واحنا قاعدين مع بعض لقيت احد الاصدقاء المشترك ما بيني وبينك على الواتس بعت لنا نفس الرساله نفس الصوره في نفس الوقت. ايوه، يعني هو بياخد الصوره كوبي بيست للجميع، لكل اللي عنده. بتحس ان انت حتى صباح الخير اللي بتجيلك هي مش جايه لك لوحدك، هي مش جايه لك مخصوص، لا ده جايه لك انت، ممكن بياخد كل المجموعه اللي معاه ويبعت لهم في نفس الوقت. يعني مش بيكلف خاطره حتى انهم ايه يكتبوها، يعني يقعدوا يكتبوا مثلا. لا هي بص جاهز ويلا. انت احساسك كان مختلف لما وصلتك نفس الصوره اللي وصلتني في نفس الوقت، ان الشخص ده انت عارفه هو حلو قوي ان انت تبعت لي حاجه مخصوص. او حد جدا انه كمان يبعت لك حاجه مخصوص وتبقى سعيد بهذا التواصل الجيد. لكن لما يبقى الكل في نفس الوقت وبيبعت له نفس الكلام، بتحس ان انت واحد من ضمن المجموعات. طبعا، وده على فكره ما بيسعدش، ده بالعكس بيضايق، بيخليك تحزن يعني اكتر، لان انت عارف ايه، طب انت بتبعت لي ليه طالما ان انت بتبعت ده كله للجميع؟ يعني انا مش فارقه معاك زي غيري. لكن الانسان دايما بيبقى لما حد يبقى قريب منه بيبقى عاوز يحس ان هو مميز عنده، يختاره هو بالتحديد وبعت له. طبعا. احنا معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. رمضان طاهر مع سيادتك. صباح الخير يا استاذ رمضان. كل الناس في الاصل معادن، اما معدن زين او شين. الزين ينفع دنيا ودين، والشين هو توأم شياطين، تلقاه غضب ليه والشين، ملهوش صاحب ندل بعين، اختر صاحب قوي وامين، افضل من صحبة ملايين، صاحب من غيبتك وهلاك، صاحب دايما للصالحين، فكر في كلام النصين، لاحسن تهلك دنيا ودين، وشكرا. استاذ رمضان لا ما تسوي شك، ما تمشيش، استنى. ايه الكلام الحلو ده؟ بيقول اللي احنا بنقوله اهو. بجد انا سعيد جدا بالمكالمه الجميله دي والكلام الجميل ده، خصوصا يعني الكلام كله كلام حلو طالع من القلب. من القلب صحيح. وده واختيار الصديق، وان فعلا نفس الكلام اللي احنا بنتكلم في محيطه. احنا ليه دايما بنتكلم وبنركز على كده؟ احنا نفسنا ان المجتمع يرجع زي زمان، نفسنا الناس تحب بعض زي زمان، نفسنا ما يبقاش فيه يعني الحقد والغل
والحسد. طب في ناس نفسهم يشوفوا الاسامي اللي كذبت من الاسبوع اللي فات. صح، ده الاسبوع اللي فات كانت الاسامي معايا يا جماعه، والله انا اسفه، انا اللي بعتذر لكم. طيب احنا عندنا الاسبوع اللي فات عندنا مطعم توجور بيقدم لنا في كل حلقه جايزتين، الجايزه الاولى نقديه 250 والجايزه الثانيه دعوتين على دعوه للعشاء الفردين. احنا الاسبوع اللي فات قلنا سؤال وما طلعناش الفايزين، والاسبوع اللي قبله فيه سؤال وما قلناش الفايزين، فاحنا النهارده عندنا اربع فايزين، اثنين بجوائز ماليه واثنين بدعوات للعشاء. يعني هنسحب اربع اسامي، هنشوف الاول الاسامي اللي فازت بالجوائز الماليه. اعملهم كده احسن عشان ايه يتلخبطوا. اصدقائي هنقول السؤال وهتتابعونا على تبعتوا لنا على الواتس على البرنامج على الواتس اللي بيظهر عندكم حالا، هنقول السؤال بس بعد ما نعرف الاسامي. معانا محمد رضا. بس الف مبروك محمد رضا، فاز بايه بقى محمد؟ جايزه دعوه للعشاء، دعوه لفردين للعشاء في مطعم توجور. تمام، محمد رضا. محمد رضا بسم الله، دعوه للعشاء برضو، دعوه للعشاء. جابر خليل علي. جابر خليل علي. الف مبروك يا استاذ جابر. نشوف بقى الجوائز الماليه. سعيد جابر احمد. سعيد جابر احمد والثاني جابر علي. سعيد جابر احمد ده بس ده جوائز ماليه بقى. الف مبروك سعيد. مبروك. ممكن تقولي اسمي؟ ايه ده، واحده اهو. دعاء رضا محمود. دعاء رضا محمود، الف مبروك دعاء. كده الاربع جوائز. احنا هنقول السؤال في على مطعم وكافيه توجور. السؤال دايما مطعم وكافيه توجور لما تروحوها هتحسوا بفخامه المكان وتحسوا براحه في المكان لما تروحوه. انا عايز في ركن معين في مطعم توجور مخصص لايه؟ في ركن في المطعم وكافيه توجور مخصص لايه؟ اللي مش هيعرف الاجابه ممكن بيشوف الاعلان بتاعنا ويشوف ويجيب رقم التليفون ويتصل بيهم وهيقدر يجاوب على السؤال ويبعت لنا على الواتس علشان نقدر نتعاون مع بعض ونتواصل مع بعض على طول. عايز اقول لكم كل يوم استنونا كل اسبوع قبل المعده بساعه، انا وسوسن في برنامج كل الناس. سوسن اهلا بيكم وهننتظركم كل اسبوع كل يوم اربع الساعه 8 صباحا في كل الناس، بتوحشوني. شكرا.